اتفاق بين أحد الفصائل المسلحة وتنظيم داعش تمثل بنقل عناصر التنظيم من إحدى المناطق السورية المحاذية للبنان إلى القرى الحدودية المتاخمة للعراق، أمر أدخل القلق والريبة في نفوس الأنباريين بالتزامن مع موعد اقتراب عمليات تحرير مدن راوة وعانا والقائم الخاضعة لسيطرة مسلحي داعش. بالنسبة لصفقة داعش وحزب الله اللي ادخلت المحافظه بنذار، محافظه الانبار والقوات الامنيه، والقوات الامنيه على وشك تحرير المناطق الغربيه اللي بقت تحت سيطره داعش، يعني هاي ما التفاؤل مالها مو بالخير. احنا يعني شنو العراق صار ساحه حرب او ساحه تصفيه؟ كل من عنده مجموعه ارهابيه يدزها على الحدود العراقيه. قول اي عناصر تؤذي أول شيء بأمن محافظة الأنبار والمناطق المحررة، وثانيا بالعراق. الأوساط السياسية والحكومية هي الأخرى أبدت خشيتها من هذه الاتفاقية المريبة والمثيرة للجدل. رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الأنبار أكد أن مسلحي تنظيم داعش المتجهين إلى قرية البكمال السورية وصلوا إلى مناطق غربي الأنبار قبيل البدء بعمليات تحريرها في الأيام القليلة المقبلة. يعني احنا نتمنى اليوم من الدول المجاورة والدول العربية الشقيقة ان تدعمنا بسلاح وتدعمنا بقوة لغرض التخلص من الارهاب، لا ان تبعث لنا الارهابيين الى الحدود العراقية السورية. بالمناسبة اليوم نسمع كثير بان غير متجاههم، لا انا اليوم اؤكد لان اخبار تأتينا من الداخل بان اغلبهم ذهب باتجاه عانا وراوة وتركهم عوالهم. اتفاقية كشفت حقيقة أحد أبرز الفصائل المسلحة وعلاقتها بتنظيم داعش، ويبدو أن هذه الاتفاقية لما تكن الأولى من نوعها، إذ أكدت بعض المصادر عن قيام تلك الفصائل بمساعدة قيادات التنظيم بالخروج من قضاء الفلوجة قبيل أكثر من عام مع انطلاق عمليات تحريرها. من الرمادي باسم الأنباري، الشرقية نيوز.